الكلام على ايه؟ الكلام على الكره الاوروبيه طبعا. الحقيقه امبارح شفنا ماتش اعتقد الناس كلها يعني افضل المتفائلين في مدريد ما كانش يتوقع، ولا اسوا المتشائمين في ليفربول كان يتوقع طبعا سيناريو المباراه بالشكل ده، وخصوصا انه على الرغم من نتيجه ثقيله جدا لكن احداث المباراه، الاخطاء اللي ارتكبت فيها سواء كورتوا او اليسن بيكر، تقدم ليفربول بهدفين ثم ريمونتادا او ريمونتادور زي ما قالت ليكيب، تخلينا نتكلم على يعني بطولة ولا أروع. الحقيقة دايما بستمتع بالتشامبيونز ليج. النهاردة في برضو ماتشات، بكرة في اليوروبا ليج زي ما قلت لكم ما تنسوش عندنا مشاركة لمصطفى محمد نونت في مواجهة يوفنتوس الإيطالي، وعندنا مشاركة لإمام عاشور ميتلاند في مواجهة سبورتنج لشبونة، وطبعا المباراة النارية بكرة العالم كله هيتابعها، مانشستر يونايتد في مواجهة برشلونة، مباراة العودة بعد التعادل بنتيجة 2-2 في مباراة الذهاب في الكامب نو. داخل النهاردة عليا شامم نفسه فاتح صدره داخل بقلب جامد طبعا بعد الخماسيه، بلال محسن بيشرفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا بلال. مساء النور طبعا استاذ احمد، واهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. ويعني المقوله الخالده بقى في ليالي الابطال لا مثيل للريال، فريال مدريد قال لك ال 15 بتطبخ على نار هادئه، يعني خلاص حطت الكاس في دولاب يعني مش ممكن والله بصراحه ماشيه معاكم بصراحه. يعني انا 2-0 قلت الليفر راجع بقى وهيعمل رباعيه تاريخيه ويكسر الدنيا. انا رغم تقدم ليفربول في بدايه المباراه طيب ماشي يعني اديله حقه بقى، انت اليوم يومك انا عارف يعني مش هترحمنا النهارده، بس يا لازم راحه طبعا بالمتالق دايما صديقي العزيز فاروق عصام بيشرفنا النهارده. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا احمد ومبروك يا بلال، ودايما ببقى مبسوط ان انا موجود معاك. لسه المشوار ما انتهاش، خد بالك ليفربول مبارك بدري خلاص ريمونتادا بعد ما اتغلب من البارسا قال لك خلاص صعبه قوي هي صعبه طبعا، بس ما فيش شيء مستحيل في كره القدم. ده مع الريال لا في مستحيل في مستحيل مع ريال مدريد في ملعبه في مستحيل كمان. مش عارف ليه امبارح افتكرت، ابتديت الحلقه بالكلام ده، النهارده اسمع رايكم برضه. افتكرت امبارح بعد الخماسيه يعني ما اعرفش المقارنه جت طبيعي كده توماتيكي كده جت على طول في دماغي، بعد ما الاهلي خسر من ريال في مباراه كاس العالم، رغم انه شتان الفارق يعني الاهلي قدام ريال كان بجد ند لند، ولما تحسب فرص الاهلي والمؤكده والفرص اللي صنعها وانه صمد قدام ريال شوط كامل ونتيجه خطا ساذج، يعني الريال سجل اول اهدافه وانه الاهلي صمد لغايه الدقيقه 90 تقريبا 91 2-1، يعني كان في امل. وتقارن امبارح ليفربول فين بقى؟ في الانفيلد، فين؟ في ملعب مليان جمهور، في بطوله هي الوحيده، الامل الوحيد لليفر، فتخلص النتيجه ب5-2. ما اعرفش ليه افتكرت ردود الافعال بعد خساره الاهلي من ريال عندنا هنا في مصر، مفارقه يعني. ده شعور طبيعي، شعور طبيعي كان عند معظم الناس امبارح اللي كانت بتشاهد المباراه، خاصه ان النادي الاهلي لسه المباراه ما عداش عليها وقت كبير، يعني احنا كنا لسه من اسبوع بنلعب ريال مدريد، وزي ما حضرتك قلت احنا كنا في المباراه ند بند مع ريال مدريد على ارض الملعب في مباراه رسميه. النادي الاهلي كان في وقت قريب جدا في الدقيقه حوالي 87 كان النادي الاهلي هيتعادل. وانا كنت واثق ان احنا لو كانت كره قفشه دخلت مرمى ريال مدريد كان بقى سيناريوهات النادي الاهلي هتتحقق على ارض الملعب، وكنا هنروح لاكسترا تايم، ما كانش هيحصل السيناريو بتاع الهدفين اللي في الاخر لان كان خلاص وقتها الموضوع اختلف يعني. ولكن النادي الاهلي امبارح لا، يعني احنا لو قارنا لا، النادي الاهلي كان على ارض الملعب افضل بكتير من من الشكل او المظهر اللي ظهر بيه امبارح ليفربول في الانفيلد زي ما حضرتك قلت. ايه اللي حصل في الانفيلد امبارح فاروق؟ يمكن انا والدي عشان صلاح طبعا فهو مشجع لليفربول، ما اعرفش بقى مشجع ليفربول مشجع متام من ساعه ما صلاح راح وانا بتفرج على ماتشاتهم من زمان. انا متهيأليش انه ليفربول كان ليه قاعده جماهيريه يعني دايما كان اليونايتد هو اكتر. انا والدي ما كانش بيتفرج على ماتشات ليفربول بس من بعد ما صلاح راح قال لي انا كنت بتفرج عليهم من وانت صغير بس انت مش متابع. نادي شعبيه في مصر حاليا طبعا. فبيتفرج 2-0 راح مكلمني في التليفون قال لي 2-0 وهتبقى ايه ليلة. فضيحه وليله. قلت له اصبر الا ريال مدريد، استنى الفرق الوحيده اللي ما تنهارش ضد اي فريق هي ريال مدريد. عقليه الجيل الحالي ريال مدريد يعني شخصيه البطل والكلام عنها خلاص، يعني خلصنا الكلام على شخصيه البطل، بقى في شخصيه اسمها شخصيه ريال مدريد، لعيبه ريال مدريد. انت خسران 2-0 في ملعب زي الانفيلد في ربع ساعه تنهار طبعا تنهار واتفاجئت ان اللعيبه متماسكه. كارلو انشيلوتي لا هو متعصب ولا هو مشدود، ولا عارف ان لعيبته هتقدر ترجع في المباراه بكل سهوله، ويمكن هدف فينيسيوس كمان اللي بسرعه بعد الهدف الثاني لمحمد صلاح ساعدهم في ده. دي طبعا الاحصائيات، احصائيات المباراه، ارقام الفرقتين في ريال مدريد متسيد في كل حاجه في المباراه طبعا باستثناء اول ربع ساعه، لكن بعد كده طبعا نتيجه 5-2 نتيجه كبيره والعوده فيها
هتكون صعبه جدا، خصوصا انت بتلعب في سانتياغو برنابيو في دوري الابطال، يعني العوده نقول شبه مستحيل على ليفربول اللي كمان مش في افضل احواله. التصويب ريال مدريد 9 تصويبات، 6 منهم في المرمى، نفس العدد 9 تصويبات لليفربول، 5 منهم على المرمى. دار الفرص المؤكده 0 لريال مدريد و2 لليفربول، منهم واحده لداروين نونيز. عشان كده دايما اي فرقه بتلعب ضد ريال مدريد، النادي الاهلي ضيع ضد ريال مدريد خسر المباراه. ليفربول ضيع فرصه مؤكده لداروين نونيز، خسر المباراه. ما ينفعش ضد ريال مدريد تضيع فرص. بص على ريال مدريد ما بيضيعش الفرص، لانه كل الكور اللي بيروح بيها بيقدر يسجلها. نسبه الاستحواذ كالعاده انشلوتي مش مهتم بالاستحواذ، مش مهتم ان هو يمسك الكوره، ف 48% ريال مدريد، 52% لليفربول. التمريرات الصحيحه نسبتها 500 تمريره 527 تمريره لريال مدريد، في 449 تمريره ب 85% نسبه تمريرات صحيحه، يمكن نسبه قليله مقارنه بالنسبه المعروفه ريال مدريد، عشان توني كروس اللي مش موجود في نص الملعب وهو لاعب لا يفقد الكوره ابدا ويفقد التمريرات. وبعد كده يمكن الاحصائيات كلها بنشوف ان هي لصالح ريال مدريد. تاخدوا الشامبيونز ليج؟ لا ان شاء الله ريال مدريد لا يعني حاله خاصه، يعني ريال مدريد بس مع انا شايف انه ريال مش ريال برضه، مش ريال، ولكن هي حاله خاصه. ريال مدريد مع دوري الابطال حاله خاصه. احنا السيزون اللي فات ريال مدريد واجه باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي واخرج العمالقه كلهم وهم في التوب فورم بتاعهم. بالظبط. ريال مدريد بيعرف يلعب دوري الابطال. كارلو انشيلوتي عنده يعني ايه الخريطه بتاعه دوري ابطال اوروبا، عارف الراجل زي ما قال فاروق من شويه امبارح 2-0 في اول 10 دقائق او اول ربع ساعه، الراجل واقف هادي على الخط، بيعرف يكاتشن المباراه، بيعرف يرجع ازاي في المباراه، يعرف يستغل. امبارح يورجن كلوب قال كلام خطير جدا عن ريال مدريد في المؤتمر الصحفي، قال انت لو قدرت توقف خطوره بنزيما فانت مش هتعرف توقف امام فينيسيوس، مش هتعرف تشوف نص الملعب اللي فيه لوكا مودريتش وتشاومين اللي يقدر يصوب من على بعض. لا يعني مفاتيح لعب ريال مدريد كبيره وعديده، ولكن انا عايز بس اتكلم في نقطه سريعا عن يورجن كلوب. انا شايف ان احد اهم اسباب الانهيار اللي فيه ليفربول السيزون ده هو يورجن كلوب. يعني اختياراته بدايه من اختياراته من تياجو الكانتارا كان بعيد جدا، كانت اصاباته كتير مع بايرن ميونخ قبل ما يتم انتدابه لليفربول. لما اختار مينامينو عشان يلعب في ليفربول عشان عمل مباراه قدام ليفربول في دوري الابطال، هو قرر يجيب مينامينو وبعد كده اختفى. لما حتى قرر يجيب داروين نونيز كان برضه عشان عمل مباراه كبيره امام ليفربول في دوري الابطال. فتحس ان اختيارات يورجن كلوب انتداباته للفريق مش مبنيه على دراسه زي ما بيتم فيه، لا تحس ان هو هنا في مصر، هنا في مصر مثلا لعب بيعمل مباراه كبيره قدام نادي كبير فيتم شراءه على طول. انا حاسس ان يورجن كلوب ماشي بالسياسه بتاعتنا بقى، مش ساب اخر موسم. فاروق تتوقع واحد ليورجن كلوب مع الليفر، 2 لصلاح مع الليفر؟ انا عايز اتكلم على صلاح في حته معينه، بس انا استكمالا لكلام بلال، هو جاب ارسل ميلو لعب في يوفنتوس، هل حد اتفرج عليه في ليفربول؟ هو لحد دلوقتي ما لعبش تقريبا مباراتين او 3 مباريات. ففي طبعا انا بتفق مع بلال ان في مشكله في صفقات ليفربول. محمد صلاح نرجع نتكلم ونقول هل تجديده لليفربول كان قرار صحيح ولا لا، خصوصا انه مع خروج ساديو ماني، مع تعويض ساديو ماني الغائب لحد دلوقتي، انت بتلعب بداروين نونيز جناح حربة عشان الشكل الهجومي المعتاد، ان انت بتلعب من غير راس حربة في وجود فيرمينيو، فيرمينيو مش موجود، جاكبو البديل بتاع فيرمينيو مش قادر يقوم بادواره، فخلاص المنظومه الهجوميه. حتى يورجن كلوب اتكلم ان صلاح لما بقى في انتقادات قال ما تنتقدوش محمد صلاح لانه هو مظلوم، لانه الانسجام غائب تماما عن الثلاثي الامامي. محمد صلاح مع ليفربول انا كنت شايف ان هو حان وقت الرحيل في نفس الوقت اللي مشي فيه ساديو ماني، كان واضح ان واحد منهم بس اللي هيمشي. ساديو ماني ارى ليفربول وارى اللي بيحصل ونط من المركب قبل ما تغرق زي ما بيقولوا. يورجن كلوب حاليا في تخبط واضح في تصريحاته. انا شايف ان هو هيكمل لانه خلاص جدد عقده، وواضح ان هو الموضوع بقى تشالنجينج جدا بالنسبه له، بقى في تحدي بالنسبه له، فاعتقد ان هو هيجدد. وموعود من جون هنري خرج وقال بعد النتائج ليفربول، قال انا اوعد الجماهير بصفقات قويه في الصيف الجاي. فهنشوف، اعتقد ان الصيف الجاي يورجن كلوب هيكمل وهيبقى في صفقات مدويه، اولها بيلينغهام نجم بروسيا دورتموند. لسه قصه البيع دي عليها علامات استفهام كبيره جدا، فكره ان النادي نفسه اتلغى خلاص، اتلغى. جون هنري خد قرار لان مانشستر يونايتد حاليا بيتباع، فلما لقى ان مانشستر يونايتد خد كل الصيت وكل الانظار توجهت لمانشستر يونايتد، عرض قطري، عرض بيتكلموا عن عرض سعودي، في عرض من انجلترا من السير راتليف، فكله اهتم مانشستر يونايتد، اتسحب البساط من ليفربول. فجون هنري خرج مالك ليفربول وقال ان هو ما بقاش يفكر في بيع النادي ومش
هيبيع نادي ليفربول وهيكمل وهيجدد استثماراته. طيب هسيب شويه الشامبيونز ليج الاوروبي هرجع لها تاني عشان الشامبيونز ليج واليوروبا ليج، بس 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 يهمني اللي يهمنا احنا او اللي يخصنا احنا الشامبيونز ليج افريقي. عوده من جديد لمشوار افريقي باذن الله يكون مكلل بالنجاح، وتكون زي ما قال بلال ال 15 بتطبخ على نار هادئه تبقى ال 11 باذن الله. باذن الله ان شاء الله باذن الله، وخصوصا انه الدوافع موجوده والدوافع كتيره جدا قاريا وعالميا. لكن عندنا ماتش مباراه مهمه جدا مع سان داونز، هبداها من ماتش امبارح اسوان والاهلي. يمكن كتير من الجماهير كان بيتفرج على المباراه دي وعينه رايحه شويه على الاهلي عامل ايه النهارده، الاهلي اخباره ايه قبل ما يواجه سان داونز بثلاث اربع ايام. شفتوا الماتش امبارح ازاي، وخصوصا ان في اسماء ظهرت من البدايه يعني كاساسيين لاول مره، ومين مين لفت نظركم واهم مكاسب الاهلي بلال؟ يعني في البدايه مباراه اسوان جت بعد طبعا خساره الهلال الغير متوقعه او اللي ما كانتش في الحسبان، ولكن خلينا نقول ان خساره الهلال هي ضريبه او ضريبه مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه، والحاله والانتعاشه الكبيره اللي كان عليها النادي الاهلي خلال مشواره في المغرب. النادي الاهلي بعد خساره الهلال السوداني مستر كولر قرر ان هو يدخل المباراه امبارح بروتيشن. انا شايف ان الروتيشن في الدوري العام خاصه مش رفاهيه، يعني كولر ما بيروحش للروتيشن زي ما مسار اجباري يعني. اه بالظبط، هو مسار اجباري لازم. ولما تيجي تبص للناس اللي عوضت اللعيبه اللي غابت امبارح، لا مروان معلش الكره دي مروان يا جماعه مروان امبارح انا ما قلتش مروان في الاول، مروان عطيه مروان عامل جيم امبارح يعني عالمي 10 على 10 مباراه كبيره طبعا، بيقدم اوراق اعتماده امبارح بعد كمان ما كان ساب بصمه كويسه مع الناس في مباراه فلامينجو، ولكن للاسف النتيجه وقتها ما خدمتوش. امبارح مروان حمد مروان عطيه يقول ان هو لا لعب على قدر واستطاعته ان هو يقدر يشارك في النادي الاهلي. الحته دي يا بلال في الاهلي اعتقد الفتره الجايه هيبقى صداع بالنسبه لمستر كولر. علشان كده علشان كده انا بقول لحضرتك، هو دلوقتي انت لما تيجي تشوف امبارح الراجل لما قرر يعمل روتيشن مين اللي مين الاسماء اللي شاركت او عوض بيها الناس اللي غابت، لا واحد في قيمه محمد مجدي قفش لعيب كبير شارك امبارح، مروان عطيه شارك امبارح، خالد عبد الفتاح، محمود متولي رجع للمشاركه مره ثانيه، محمد اشرف في مركز الظهير الايسر، ودفع بكهرباء المتالق طبعا في مركز المهاجم. فاللعيبه دي كلها ليها اسمائها وليها ثقالها في ارض الملعب، فكولر بيعمل الروتيشن وهو مطمن، زائد ان هو زي ما قلت لحضرتك الروتيشن في مباريات الدوري مش هيبقى رفاهيه، لا ده اجباري. انا عندي مباراه كل 3 ايام الفتره اللي جايه، انا بلعب مباراه زي ما شفنا احنا ما لحقناش نرجع القاهره، طلعنا من السودان على اسوان يومين بالظبط تمرين ولعبنا نفس الكلام النهارده، راحه بكره تمرين، وبعد كده مباراه سان داونز الصعبه جدا في استاد السلام يوم السبت. فالفتره الجايه كلها هتحتاج ان الراجل يعمل التدوير زي ما هو بيعمله بالطريقه اللي هو واثق فيها. وكمان ساعده امبارح هو ايه اللي ايه دليل نجاح الروتيشن؟ ان انت الناس اللي انت بتقرر تديها وتعتمد عليها تنجح لك طريقه لعبك وفي الاخر تخرج بالنتيجه المطلوبه والنتيجه المرجوه، وده اللي حصل امبارح. النادي الاهلي قدم شوط اول ما قدموش من فتره كبيره في جماعيه اللعب والتالق الفردي، احنا بنشوف حسين الشحات احد افراد الثلاثي الهجومي بيصنع 3 اهداف، بنشوف كهربا الفيرويد بيحرز هدف، واحمد عبد القادر الجناح الاخر بيحرز هدف. اذا الثلاثي الهجومي شارك في ال3 اهداف اللي احرزهم النادي الاهلي امبارح، ودي ما حصلتش من فتره كبيره. بالاضافه زي ما حضرتك قلت طبعا لتالق مروان عطيه في نص الملعب، كان مالي نص الملعب امبارح بتحركاته غير التحركات. مروان كان بيعمل حاجه كويسه جدا، كان بيظهر وبيطلب الكوره، وكان دايما وهو الكوره قبل ما يستقبل الكوره كان بيرفع عينه علشان يشوف ازاي يقدر يمرر، وسرعه اللعب دي اللي فرقت مع النادي الاهلي. لو شفنا كوره هدف محمد مجدي قفشه هتجد ان مروان عطيه والكره جايه له بيمرر لحسين الشحات على طول، حسين عملها من لمسه واحده، برده حسين القرار عنده كان مميز جدا في لعبه محمد مجدي قفشه. فمروان لا عمل حراك كبير جدا في وسط ملعب النادي الاهلي، بالاضافه لتالق خالد عبد الفتاح طبعا في مركز الظهير الايمن. مارسيل كولر وقصته مع افريقيا، يعني يمكن لما لعب الراجل طبعا لما لعب دوري ابتدى يفهم طبيعه الكره المصريه وايه اللي ليها وايه اللي عليها، ايه قصه التحكيم، ايه قصه الملاعب، ايه قصه الفار. خد مشوار لطيف، حقق فيه ارقام كويسه جدا، لما طلع يلعب كاس عالم هو عارف انه رايح يقابل ابطال قارات، كوره في ليفل تاني خالص، ريال مدريد، فلامينجو، سياتل، اوكلاند. افريقيا بالنسبه لمارسيل كولر بالنسبه لنا علامه استفهام لسه، هل شايف انه طبعا هي مواجهتين، مواجهه مع بطل تونس ومواجهه مع بطل السودان، والاهم طبعا والاصعب بالنسبه لي سان داونز. انا بشوف دايما سان داونز من الفرق من افضل فرق بتلعب كره في افريقيا، شايف ده ازاي؟ وشايف انه الراجل وصل لانه يفهم
امكانيات فرقته، توظيفها، استغلال الامكانيات دي بافضل شكل ممكن قبل مباراه السبت ازاي يا فاروق؟ خلينا نقول ان مستر مارسيل كولر في افريقيا شويه ينقصه بعض الخبرات اللي بيكتسبها مباراه واخرى. انا حتى في مباراه الهلال شفته بره على الخطوط لما بدات لعيبه الهلال سجلت ولقى تضييع وقت بشكل مبالغ فيه، هو كان مستغرب لان هو طبيعي مدرب اوروبي ما جاش ما احتكش بانديه افريقيه ما يعرفش يعني ايه ان انت بتلعبش خمس ست دقائق متواصلين بعد ما فرقه تسجل هدف. لكن في افريقيا للاسف لحد دلوقتي انت ده بيصادفك في مباريات النادي الاهلي او اي مباراه ضد، انا ما بشوفش النادي الاهلي بيعمل كده ولا عمري شفت النادي الاهلي بيعمل كده، لكن في فرق في افريقيا هتعمل كده لان هي بتبقى اقل منك في الملعب، فلما بتتقدم في النتيجه بتحاول تستهلك الموضوع. هو حتى واقف كل ما لاعب يقع في نادي الهلال واقف مستغرب وبيكلم الحكم، لا الحكم بيتصرف ولا هو جدا فاروق. اي نادي اي فريق هيحس انه احساس العاجز او احساس الضعيف هيعمل كده طبعا، طبيعي جدا هيلجأ لكل الطرق غير المشروعه جوه الملعب وبره الملعب، يعني طبيعي جدا يحاول انه مش عارف يعطلك في الملعب فارس لفارس زي ما بيقولوا بالزبط. يعني فهيلجأ لكل اساليب على العكس بقى مع سان داونز. سان داونز فريق بيلعب كوره ما عندوش الحته اللي احنا بنتكلم عليها، لا فريق بيلعب كوره هيفتح خطوطه هيلعب مباراه بيحاول دايما يكون ند للند ضد اي خصم. النادي الاهلي دايما بيحب الفرق دي. نتائجك ضد سان داونز ممكن تكون هات وخد، انت بتكسب مباراه هو بيكسب مباراه، لكن مستر كولر اعتقد انه ضد سان داونز وحتى لو دراسته وفريق تحليل الاداء الموجود لفريق سان داونز هيبقى عايز يخوض المباراتين دول، وتفكيره طبعا لان هو منافس مباشر ليك في المجموعه لازم تاخد منه اكبر عدد من النقاط ممكن، فانت المواجهه هنا والمواجهه هناك لازم النادي الاهلي المواجهه في القاهره هنا يخشها بكل قوه. اعتقد ان النادي الاهلي هيخش المواجهه الجايه ضد سان داونز بكل قوه وحاسب حساب لفرقه سان داونز اللي هي خلاص بقت بالنسبه للنادي الاهلي كتاب مفتوح اعتقد، لان حتى سان داونز ما بيغيرش اسلوب لعبه على مدار السنين، ما بيغيرش اسلوب لعبه ليه نفس اسلوب اللعب اللي النادي الاهلي بنقول ان هو ممكن يتالق دايما قدام الفرقه دي، لان الفرقه دي بتلعب بجيم مفتوح ما بتلجاش ان هي تلعب جيم مقفول، فالمباراه دايما بتكون ممتعه. واعتقد ان مستر كولر من ساعه ما جه النادي الاهلي في المباريات الكبيره بيقدر يتعامل بشكل جيد جدا، والمباراه ما بتخرجش بره النادي الاهلي. فضد سان داونز اعتقد الاحتكاك هيبقى الاحتكاك الحقيقي وهيظهر قوه او تظهر قوه النادي الاهلي. يعني رهاني لو وصلنا للحاله الفنيه والشكل والاداء والروح اللي كنا ظاهرين بيها في كاس العالم انا اعتقد ان احنا نقدر نتجاوز سان داونز بسهوله. هو يمكن زي ما قال يمكن زي ما قال فاروق ان سان داونز على مدار السنين الماضيه رغم اختلاف المديرين الفنيين اللي تعاقبوا على تولي اداره سان داونز ولكن هو محافظ على نفس الهويه نفس منظومه اللعب. هو عنده شخصيه بالظبط في فرق كده ليها ستايل زي برشلونه بالظبط مدرسه يتراجع مستواها ينزل مستواها تفوز ببطوله تخسر بطوله هي شخصيه برشلونه وطريقه لعب برشلونه بالظبط وهكذا ينطبق على ريال مدريد وعلى بايرن ميونخ وعلى فرق كتيره بالظبط هي سان داونز واحد من الفرق واحد من الفرق اللي قادره تحافظ على شكلها وعلى هويتها وعلى طريقه لعبها بتلعب منظومه لعب بتلعب ككتله واحده الفريق كله بيدافع وبيهاجم. يمكن انا استوقفني لقطه لو رجعنا لمباراه القطن الكاميروني لقطه السنتره فريق سان داونز بيسنتر حارس مرمى فريق سان داونز واقف على قوس منطقه ال 18 يعني انت متخيل حضرتك هم بيعملوا البيلد اب بطريقه مميزه جدا حارس المرمى متقدم لسه في الثانيه ال 20 واقف على قوس منطقه ال 18 بيحضر مع المدافعين فثقه كبيره جدا بيلعب بيها فريق سان داونز في عمليه الخروج بالكره بيستفاد طبعا هو بيلعب 4 3 3 بتتحول مع الوقت ل 4 2 3 1 اعتماده الكلي طبعا والكبير جدا على ميلولا الفيرود ده خطير جدا يمكن في مباراه القطن الكاميروني شفناه احرز هدفين وصنع هدف ومعاه طبعا بيجي من وراه طبعا مورينا الاثنين دول ثنائي خطير جدا بيعتمدوا على الاختراقات بينزل ساعات موليلا بينزل بيسقط عشان خاطر يفضي لمورينا في ظهر الدفاع ده اعتقد ان هيجد دفاع النادي الاهلي صعوبه شويه في التعامل معاهم خاصه مع تحركاتهم. لو جينا بصينا لسان داونز وطريقه بقى يعني الكره مع الفريق المنافس مع النادي الاهلي هتجد ان سان داونز او تواجد لاعبي سان داونز في وسط ملعب الفريق المنافس بخمس او ست لاعبين ودي هتعمل يعني بيضغط ضغط متقدم بيضغط ضغط عالي جدا ده اللي طبقه سان داونز في مباراه القطن الكاميروني غلط بالمناسبه تتوقع انه نفس الشخصيه دي اللي احنا بنتكلم عليها ان هو بيواجه الاهلي يلعب بنفس الطريقه والاسلوب ولا تتوقع ان الطريقه اللي ظهر بيها قدام الهلال او حتى القط
تختلف. ممكن يتحفز شويه، يلعب بتوازن اكتر شويه، لانه هو عارف طبعا ان النادي الاهلي داخل المباراه بخيار واحد، اوبشن واحد هو اوبشن الفوز. صن داونز بالمناسبه عنده الثلاثه اوبشن، لو كسب المباراه طبعا يبقى عمل بالظبط، او تعادل المباراه النتائج اللي حققها في ماتش مديالو طبعا اريحيه بالظبط. على عكس ان انت تبص على صور لعيبه صن داونز، البروفايل بتاعهم واحد تقريبا. يمكن التشكيله كلها اتغيرت عن صن داونز اللي حقق البطولات قبل كده، لكن بروفايل اللاعب دايما واحد. هو ما حققش غير بطوله واحده بتهيألي على حساب الزمالك، على حساب الزمالك هي البطوله دي النجمه الوحيده. بس خلينا نقول برضو ناكد، احنا بنتكلم على ثاني اغلى سكواد في قاره افريقيا ورا النادي الاهلي، فهم بيدوروا على اللاعب اللي عنده امكانيات ماديه وبيجيبوا لعيبه الحقيقه، بيدوروا هم عارفين هم عايزين ايه كويس، بيدوروا على اللاعب اللي عنده مهاره، اللاعب السريع، اللاعب اللي يقدر يلعب في اكتر من مركز. في كل لعيبه صن داونز بتلعب في اكتر من مركز. طب ما تيجي نشوف فاروق تشكيله الماميلودي صن داونز في مباراه القطن الكاميروني كده، ونوري الناس الطريقه اللي بيلعب بيها ماميلودي. يمكن هو زي ما قال بلال، هم بيلعبوا 4-3-3 على الورق، يعني 4-3-3، لكن هي بتتقلب 4-2-3-1 او 4-3-1-2. دايما عندهم سرعه والهجوم بتاعهم مفيش تمركز بشكل واضح، ما تقدرش تقول ماليولا اللي هو راس الحربه او مورينا هو راس الحربه. دايما بيبقى فيه تغيير في المراكز، ودايما بيبقى فيه حركيه كبيره جدا في خط هجومهم، فهم بيلعبوا اعتقد بسيستم محفوظ. اللعيبه بتتحرك بشكل تلقائي دلوقتي في الملعب، بتشوف لو دفاع ما عندوش وعي او ما عندوش خبره، دايما صن داونز هيلاقي مساحات، لان دايما اللعيبه بتتحرك في كل وقت، وبيجي لعيبه من وسط الملعب، ثلاثي وسط الملعب عندهم خطير، والطرفين عندهم يمكن هم يعني بيصنعوا لعب هجومي بشكل جيد جدا. فاحنا بنتكلم على فريق كل عناصره يعني عناصر خطر، لكن ضد النادي الاهلي في القاهرة تحديدا دايما ما بيبدأش بشكل ضاغط زي ما قال بلال، هو عارف بيضغط عارف هناك مباريات دايما ضد النادي الأهلي هناك بيبدأ ضاغط وبيستفيد من العنصر الجماهيري. العمق عندهم أخطر ولا الأطراف؟ لا، هو يمكن احنا لو اتكلمنا عن نقاط ضعف صن داونز، لا الاول هم في هم مميزين عن العمق، هم اعتمادهم الاكبر على العمق. طبعا بيحاولوا يجوا زي ما قلنا كده عن طريق مورينا وموليلا اللي بينزل لوسط الملعب وبيتحرك زي تحركات كريم بنزيما كده، وزي ما قلت لحضرتك بيعملوا الضغط العالي. يمكن كره الهدف الاول في مرمى القطن الكاميروني ضغطوا بخمس او ست لاعبين، غلطوا المدافعين بتوع القطن الكاميروني وقدروا يستخلصوا الكره، وعندهم يعني موليلا من 2 تصويب على المرمى احرز هدفين، فهم مميزين جدا. نشوف ارقامهم في الدوري الجنوب افريقي كده. تمام فاروق، الدوري اللي حسموه تقريبا خلاص، يعني اعتقد ان صن داونز 55 نقطه في صداره الدوري، بعد كده سوبر سبورت يونايتد ب 33 نقطه، يعني الفرق كبير جدا. صن داونز وفرق بس مباراه صن داونز زياده. وانا عايز اقول لك كمان يا فاروق ان الفرق الكبير ده هيديهم اريحيه كبيره جدا طبعًا. في اللعب في بطوله افريقيا، هم خلاص كده هيركزوا على بطوله افريقيا، خصوصا ان هم كمان ما لعبوش ما بين المباراتين مباراه القطن ما لعبوش، يعني ما كانش في لعب في الدوري، قعدوا الاسبوع كله راحه. لكن الاهلي لعب ضد اسوان في مباراه كمان كانت سفر بالنسبه للنادي الاهلي، لكن هم كان مش ما لعبوش ولا مباراه لحد مباراه النادي الاهلي. صن داونز في نقطه مهمه جدا ان هو مسجل 39 هدف داخل فيه 7 اهداف بس في 21 مباراه، متميز هجوميا ودفاعيا. مش دفاعه مش جيد، يعني احنا ما نقدرش نقول 7 اهداف دوت مش داخلين فيه عشان دفاعه دفاع متميز او دفاع واو، لا هو دايما مع الكره ودايما بيضغط لقدام، فما فيش كره. نفس منظومه بيب جوارديولا مانشستر سيتي، طول ما الكره معايا وطول ما انا بهاجم انا مامن دفاعي وما فيش كره بتروح عليا. ايوه بس احنا كمان في النادي الاهلي احنا اقوى فريق سجل اهداف في الدوري واقل فريق استقبل اهداف. طيب. يعني المباراه هتبقى هنشوف ارقامهم ومعدلات تسجيلهم للاهداف. تمام. بس هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن المباراه المنتظره طبعا مهمه جدا، اهلي وصن داونز دوري ابطال افريقيا، بس بعد الفاصل. قبل الفاصل اتكلمنا عن طريقه اللعب على اهم مناطق او مواطن الخطوره في فريق صن داونز، اتكلمنا على اخطر اللاعبين، واتكلمنا على مشوار الفريق سواء في الدوري المحلي اللي هو دوري جنوب افريقيا، يعني اللي حسم وخلاص بفرق كبير جدا من نقاط عن اقرب منافسيه. تعالوا بقى نشوف من حيث التوقيتات امتى بتظهر خطوره فريق صن داونز، سواء فيما يتعلق بتسجيل الاهداف او فيما يتعلق باستقبال الاهداف. مره ثانيه برحب ببلال وفاروق، اهلا بيكم معنا، ونروح سريعا نبتدي معاك يا بلال. تمام. قول لنا يعني توقيتات تسجيل الفريق ل يعني الاهداف بالظبط، يعني توقيتات الاهداف يمكن لو هتظهر قدامنا هي الفريق في المعدل احرازه الاهداف من الدقيقه من اول دقيقه للدقيقه العشرة 8%، بعد كده بيرتفع معدل احرازه الاهداف ل 10%، بيقل شويه من الدقيقه 20 للدقيقه 40،
وعنده من الدقيقه بقى زي نفس كان احصائيات ريال مدريد لو نفتكر، كان اخر خمس دقائق في الشوط الاول واول خمس دقائق في الشوط الثاني دي اعلى. لا يعني 21% لسه كمان في الدقيقه 60 الدقيقه 70 23% واخر 10 دقائق هو اجمالا كده. بلال انا شايف انه الشوط الثاني يعني تقريبا او نص الثاني يعني من عمر المباراه بيبان اكتر قدرات وهنا بنتكلم على جنوب افريقيا طبعا معروفين باللياقه البدنيه بالظبط. واحنا بقى ممكن اللي احنا نستفاد منه في معدل استقبالهم للاهداف ان هم برضو زي ما هم معدل احرازهم للاهداف عالي في الخمس دقائق الاخرانيين من الشوط الاول والخمس دقائق الاولانيين من الشوط الثاني، ده برضو اعلى معدل في كل المعدلات 43% نسبه استقبالهم للاهداف من الدقيقه 40 للدقيقه 50. يعني تركيزنا احنا في نهايات الاشواط الاول والثاني بيبقى اعلى، يفرق معانا كبير كتير جدا بالظبط. يعني لو قدرنا نفنش بهدف في نهايه الشوط او لو خرج الشوط الاول بتعادل نقدر مع بدايه الشوط الثاني ان شاء الله ربنا يكرمنا ونحرز هدف. كمان اخر 10 دقائق لصن داونز بيستقبل فيهم بنسبه 29% هدف، وده فقل حسن لان النادي الاهلي ملك الاوقات البلس 90 طبعا. السيناريو الافضل من وجهه نظري مع الفرق الثقيله دي ثقيله في الكوره يعني انك تسجل هدف بدري، وهم داخل فيهم 14% من اهدافهم داخله في اول 10 دقائق وده رقم مش قليل مش قليل خالص. 14% من اهدافهم هم بيخش فيهم اهداف كتيره 0% في اغلب الاوقات، ف 14% في اول 10 دقائق ده مهم. اعتقد النادي الاهلي ممكن يستغله في مباراه استاد السلام تحديدا. اكتر هدافين عندهم واكتر والاكتر صناعه الاهداف نسخه مختلفه بنسبه كام في الميه تقريبا عن سان داونز السنه اللي فاتت؟ هما تقريبا يعني زي ما بقول لك العناصر بتختلف ولكن بيبدل عنصر بعنصر بنفس البروفايل بالظبط بتاع اللعيب. فاحنا بنتكلم ان في اكتر من لاعب عندهم بيسجل اهداف. تشالوليلي هو الهداف بتسع اهداف، عندهم كذا هداف يعني مش مايلولا طبعا نجم الفرقه بسبع اهداف. مايما ده هو واحد من افضل اللعيبه اللي بتصنع وافضل اللعيبه اللي بتسجل، هو صانع الالعاب ولعب وسط ملعب وسط هجوم. يعني الثلاثه دول تقريبا هم ابرز الهدافين عندهم بعد كده ثلاث اهداف عن 21 هدف دول لوحدهم. الثلاث لعيبه دول 21 هدف لوحدهم، ما عندهمش لاعب متفرد في التوب سكوررز بس عندهم اكتر من مسجل للاهداف. طيب نخش الاكتر صناعه. الاكتر صناعه بيجي طبعا في المركز الاول مورينا بعمل خمس اهداف، بيجي بعديه على طول جاكسون سيرينو طبعا اللي ارتبط اسمه فتره من فترات بالنادي الاهلي. سيرينو عمل اربع اهداف، وسيرينو بالمناسبه هو هداف لقاءات الاهلي وسان داونز من طرف سان داونز، يعني احرز هدفين في النادي الاهلي سيرينو. بياتي بعديه زواني وميلولا بكل واحد فيهم عمل صنع ثلاث فرص محققه. بيتر تشالوليلي برضو بعمل هدفين ولكن دول الاعلى. هل لديك اقوال اخرى؟ ممكن نقول سريعا قبل ما نقفل موضوع سان داونز ان طرفين سان داونز دايما متقدمين سواء الباك رايت او الباك ليفت، موديبا ومدافع الاثنين دايما طايرين بيلعبوا متقدمين جدا، فاحنا نقدر نلعب عليهم. وكمان كيكانا ومبالوفا اللي هم الظاهرات الاثنين المساكين، الاثنين دول عندهم مشاكل في يعتمدوا على ان هم يفتحوا الاطراف عشان يقدروا بالظبط، والاثنين قلبين الدفاع نقدر ان احنا نستغل النقطه دي. تمام هم لو فتحوا خطوطهم هيتعاقبوا جامد جدا جدا ضد النادي الاهلي. انا مش متوقع ان هم يعملوا كده، هيغيروا تماما اسلوب لعبهم لان مدربهم ذكي جدا. في مباراه القاهره تحديدا او مباراه استاد السلام تحديدا هيغيروا تفكيرهم تماما وهيبداوا متحفظين ومش هيندفعوا بشكلهم المعتاد وتقدم وتقدم الظاهرين بالشكل المعهود عن سان داونز، مش هيعملوا كده عشان لو عملوا كده هيتعاقبوا من النادي الاهلي ومدربهم عارف ان هم هيتعاقبوا من النادي الاهلي. طب سريعا بقى ناخد جدول او مش جدول يعني جداول الترتيب في المجموعات الاربعه في دوري ابطال افريقيا وتقولوا لنا بعد جولتين. صحيح احنا ما لعبناش غير جوله واحده لسه لينا جوله مؤجله، لكن اغلب الفرق تقريبا لعبت مباراتين في مشوارها في دور المجموعات. يعني هو لسه بدري شويه ولكن طبعا الموضوع بيبقى مؤشر للي هيحصل بعد كده. مجموعه النادي الاهلي ماميلودي سان داونز بياتي بالصداره. خلينا نبتدي على الشاشه. ده جروب ايه المجموعه الاولى؟ بيترو اتلتيكو ولا بيترو اتلتيكو طبعا الانجولي في المركز. مشروع جيد جدا مشروع بيترو اتلتيكو. فرقه ظاهره في المواسم الاخيره وبيلعبوا كره حلوه بس ما عندهمش الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها. شباب القبائل الجزائري طبعا في المركز الثاني باربع نقط. الاثنين عندهم اربع نقط. فيتا كلوب والوداد، الوداد بادئ دور المجموعات يمكن هو لعب مباراه واحده زي النادي الاهلي خسرها برضه وطبعا برضه تاثير كاس العالم للانديه والاحباط الكبير اللي موجود في لعيبه الوداد لان هم كانوا متوقعين ببطوله في المغرب كانوا متوقعين شيء مختلف لكن في احباط كبير للوداد واعتقد ده تاثير كاس العالم للانديه. تمام نروح لجروب بي مجموعتنا.
طبعا ماميلودي سان داونز بياتي في الصداره بست نقاط من فوزين قدر يحققهم داخل وخارج ملعبه، وبياتي المركز الثاني الهلال السوداني من فوز وخساره، والنادي الاهلي لعب مباراه واحده خسرها، وفي الاخر كوتون سبور خسر مباراتين في المركز الرابع. خسر مباراه برضه لانه الاهلي سوري مباراه مع الاهلي اتاجلت. الاهلي وكوتون سبور ليهم مباراه مع بعض لسه ما مؤجل. النادي الاهلي ان شاء الله يقدر بقى يرجع الاقرب في المجموعه دي من وجهه نظركم. الاهلي وسان داونز الاهلي وسان داونز ان شاء الله. فاروق المجموعه سي. المجموعه سي مجموعه الرجاء اللي بيقدم عروض جيده جدا البطوله دي، وهو لو الوداد مش في حالته فالرجاء في حالته، واعتقد ان هو مع منذر الكباير مدرب الكباير مدرب تونسي متمرس. ست نقاط من فوزين، ثمان اهداف الفرق الاهداف، فهو الرجاء في الصداره. حوريه كوناكري الغيني اربع اهداف تعادل، اربع نقاط تعادل وفوز. فايبرز الاوغندي برضو يمكن فرقه مش معروفه في دوري الابطال وملهاش خبرات، لكن هي يمكن اسم جديد. وسيمبا التنزاني طبعا فرقه معروفه بلا اي نقاط وهزيمه في مباراتين. سيمبا ده اللي كان مكسر الدنيا من اللي جبنا يعني. منه ميكيسوني لما كان عامل سيزون مميز جدا وقتها سيمبا، مع كان في مجموعه النادي الاهلي وفاز على النادي الاهلي، كان حصان اسود في النص. ميكيسوني سجل هدف ساعتها يعني هدف احرز هدف طلقه سهم شوطه غير اطلق الشوطه مش مفتاح. كان عامل بطوله مميزه. بس انا عايز اقول لك حاجه بجد والله، يعني راجع الاجوال اللي جابها، بص الناس طبعا تختلف تتفق على ميكيسوني، بس راجع الاجوال اللي جابها ميكيسوني مع الاهلي هتلاقيها جوال حلو جدا. صعبه وجوال غلابه صعبه، هو كان بيجيب الصعب. في لعيبه كويسه كتير جدا 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 في التاريخ كله جت النادي الاهلي، بس ما بتنجحش في يعني طبعاً. ما تفهمش ده في العالم كله مش في النادي الاهلي وفي العالم كله. يعني كوتينيو مثلا لما ساب الليفر وهو نجم النجوم، راح برشلونه ما فيش، راح البايرن ما فيش، هازارد مع ريال مدريد، هازارد مع تشيلسي حاجه، ومع نيجي للمجموعه الاخيره مجموعه الترجي التونسي. جريزمان طبعا مع اتلتيكو حاجه ومع البارسا حاجه تانية. لا امثله كتير طبعا في العالم كله. المجموعه الاخيره الترجي التونسي بياتي في الصداره برصيد ست نقاط من فوزين، ياتي في المركز الثاني شباب بلوزداد من بفوز وخساره، بطل الجزائر طبعا. والمركز الثالث الزمالك لعب مباراه واحده خسرها، مباراتين تعادل مع المريخ، شباب بلوزداد وتعادل مع المريخ وخسر من شباب بلوزداد، وياتي في المركز الاخير المريخ الاقرب من المجموعه دي، المريخ السوداني الاقرب من المجموعه دي، ترجي التونسي وشباب بلوزداد. طيب نقفل ملف دوري ابطال افريقيا ونفتح سريعا دوري ابطال اوروبا. الجولتين او الجوله الاولى في اللج الاولانيه، يعني احنا عندنا جوله كانت الاسبوع اللي فات وجوله الاسبوع ده، تمام. خلص منها مباراتين امبارح وفاضل مباراتين النهارده. بدايه النتائج والمفاجات. فاروق، يمكن باريس سان جيرمان مش هقول مفاجاه ضد بايرن ميونخ، خسرته ده طبيعي جدا على فكره، شيء طبيعي، لانه لما تتفرج على المباراه انت ما ينفعش تلعب بايرن ميونخ وعندك ميسي ونيمار بيتمشوا، ما ينفعش يبقى لعيبه الهجوميه ما بتضغطش وبتسيب المباراه، تسيب الفرقه اللي قدامك بتحضر بشكل سهل جدا وبيخرجوا وهم بيبداوا تحضير اصلا من نص الملعب. لا والكلام اللي ده ينفع مع اي حد بس ما ينفعش مع بايرن ميونخ. ما ينفع وهو حتى كرره مع ريال مدريد، هي دي قافه ماكينات المانيه، يعني قافه باريس سان جيرمان النجوميه الزايده عن الحد في خط هجومهم. لا نيمار بيتحرك ولا ميسي بيتحرك، ومبابي لما بيشارك ما بيتحركش. فباريس سان جيرمان بالنسبه لي مش مفاجاه. وهو حاليا في مفاوضات مع توماس توخيل بعد الهزيمه ضد بايرن ميونخ، هم حتى ناصر الخليفي توقع ان هم هيغادروا البطوله، مش متوقع ريمونتادا في الاليانز ارينا. باريس سان جيرمان فريق قادر ان هو يحقق ريمونتادا، وبايرن ميونخ كمان الموسم ده متذبذب، مباراه فوق مباراه تحت، فممكن. سامع حاجه فاروق عن باريس سان جيرمان؟ لان في كلام كتير بيقول انه السنه الجايه تجديد دماء باريس سان جيرمان، رحيل ميسي، رحيل نيمار، الكلام ده كلام من الاستثمار القطري، على حسب الاستثمار القطري هل فعلا لو دخلوا في مانشستر يونايتد هيتم الاستثمار في باريس سان جيرمان بنفس القوه ولا لا. هم لسه لحد دلوقتي ما خدوش قرارات، لكن في قرارات طبعا كبيره هتحصل، ان هم هيستغنوا عن نيمار، هيستغنوا عن ميسي، وفي اكتر من لاعب من اللعيبه الكبار في باريس سان جيرمان هيخرجوا، حتى منهم فيراتي كان كلام ان هو خلاص مش هيكمل في البي اس جي. لكن البي اس جي مع توماس توخيل لو جه اعتقد هيكون في تجديد واضح للدماء، وقدوم توماس توخيل معناه باريس سان جيرمان مكمل لفتره طويله في اوروبا ومكمل مشروعه الضخم. بلال، غير البي اس جي والبايرن، يعني غير البي اس جي والبايرن كان في مباراه دورتموند 0 1 1 0
دورتموند 1-0. مباراه دورتموند وتشيلسي يعني كانت مباراه طبعا مميزه جدا. دورتموند من الفرق اللي قادره برده زي ما اتكلمنا هنا في افريقيا في فرق في اوروبا مدارس. دورتموند قادر يحافظ على الشكل الكبير وطبعا والملعب واجواء ملعب دورتموند الرهيبه. ولكن انا عايز اتكلم في المباراه دي تحديدا عن كريم اديمي. لاعب موهوب، لاعب شاب صاعد واعد، يعني جاي بقوه الصاروخ زي ما بنقول كده في الكره العالميه. اديمي استلم الكره على حدود منطقه جزاء تقريبا تشيلسي، قدر على حدود منطقه جزاء دورتموند وعمل قطع مسافه بالكره، مسافه جري من 60 ل 70 متر والكره ما بعدتش عن رجله. قدر يراوغ انزو فرنانديز اللي انا بقى كنت بطالع بيه السما. قدر يراوغ 5 مليون وقع على الارض بالظبط، وقع يعني وقدر يراوغه وراوغ كيبا واحرز هدف المباراه الوحيد. بالمناسبه هو كريم اديمي لاب نيجيري من اصول نيجيريه وام رومانيه، ولكن هو معاه الجنسيه الالمانيه. واحد من نجوم المباراه مع جمال موسيالا لاعب بايرن اللي كان عامل مباراه كبيره ايضا امام باريس، وكان نجم المانيا في كاس العالم. بالظبط، تشيلسي اللي دافع 105 مليون ودافع 600 وشويه مليون قبل المباراه، هو مش متوتر ولا حاجه، حصلت ده عمله دخله كده والتيفو المعهود لباريس الجماهير بروسيا دورتموند، قام وصور الجماهير وقعد وخسر المباراه وبيضحك. اكيد مش دافع فلوس يعني، اكيد الفلوس دي مفيش 600 مليون. لكن النسخه دي افرزت اسماء جديده، يعني يعني اوسيمين طبعا مهاجم نابولي مكسر الدنيا، كفاره ديمي زي ما انت لسه بتقول مكسر الدنيا، جمال موسيالا في الفاير مع بايرن ميونخ برضه، فاره لاعب نابولي، في خريطه جديده بتتكتب صح. لا في نجوم كتير جدا هيبقى ليهم شان كبير في الكره العالميه السنوات اللي جايه. فيتشا طبعا ولو انه الحقيقه من الموسم اللي فات يعني مش مين، كفاراتسخيليا لاعب كبير جدا. انا كنت شفت له تصريح مش عارف هو اكيد ولا لا، كنت سمعت ان هو هيجدد عقده مع نابولي، عايز يظل في نابولي موسم اضافي رغم اهتمام طبعا الانديه الكبيره. هو موضوع التجديد ده بلال حصل فيه موقف كوميدي، انه بيقولوا ان هو قال تصريح ان هو بيهد عقده في مسدس في دماغه، لان المافيا في ايطاليا في نابولي قالت يعني مش هيمشي. ممنوع ان هو يمشي، وعلى حتى هو فكر يمشي احنا مش هنمشيه من المدينه. لا بس هو نابولي جاي من بعيد بصراحه، يعني مقدم كره بيكسب 2-0 امبارح بكل سهوله في فرانكفورت، ملعب صعب جدا، ملعب فرانكفورت ملعب صعب وجماهيره جماهير يعني متعصبه جدا، وبيخرج من المباراه بكل سهوله 2-0 وحسم اعتقد التاول، لان في نابولي في ملعب دييجو ارماندو مارادونا الموضوع بيبقى صعب. عندي توقعات جايه لي من الكنترول دلوقتي بتقول لي نابولي هياخد البطوله. بلال نابولي بلاش بلال بقى، بلال هيقول لك لا طبعا. لا نابولي مرشح طبعا. انا عايز اقول لحضرتك على في كذا فريق، يعني طبعا مباراه باريس سان جيرمان وبايرن حد هيخرج، واللي هيكمل من بايرن وباريس مرشح. ريال مدريد بالطبع طبعا اكيد مرشح. اكيد في فرق يعني هتخرج بقى، بروسيا او تشيلسي حد فيهم مش هيكملوا. ولكن المرشحين طبعا انا نابولي لو قدر يحافظ. لسه كنت اقول لك لسه لا انا لسه هزعله منك. ما لسه السيتي يعني اضلاع المربع الذهبي، السيتي مش مركز في البريمير ليج زي ما هو مركز في تشامبيونز ليج. اضلاع ما عشان كده انا لسه جاي لحضرتك، اضلاع المربع الذهبي. ولو الريال وقع في طريقه هيفرمه. لا فما حاجه بقى، فما حاجه رودريجو، يعني احنا الهدفين لسه ما ده انا عايز الريال ده يشيل عشان رودريجو ده تحديدا. يعني مباراه الريمونتادا طبعا التاريخيه. لا طبعا اضلاع المربع الذهبي ممكن تكون بنسبه كبيره السيتي ونابولي وريال مدريد و نابولي ولا نابولي ولا المان ولا الريال قصدي لو قابلوا بعض. اللعب يعني منظومه اللعب طبعا نابولي، ولكن التاريخ وشخصيه البطل ريال مدريد. احنا بنتكلم الدور الجاي لو صعدنا الفرق كده، احنا بنتكلم بايرن ميونخ نابولي ريال تشيلسي او دورتموند الاثنين اعتقد في مستوى مستوى جاي تشيلسي واحد ممكن. اصلها مع تشيلسي في لندن مشكله في جراند بوتر بس يعني هيعرف يعمل حاجه ولا ايه؟ الناس مش مقصرين معاه، هو اللي مقصر. ده صرف 311 مليون استرليني صح؟ رقم اكبر رقم في الموسم. دور 8 هيبقى قوي جدا جدا. 611 دور 8 هيبقى قوي جدا جدا للبطوله السنه دي. كل الفرق 611 مليون في ميركاتو واحد، يعني انتوا متخيلين يا جماعه الفجوه عامله ازاي؟ وفريق لا هو قريب من تشامبيونز ليج ولا هو قريب من البريمير ليج، ورغم كده حجم الانفاق ومهدد هو مهدد بالمناسبه تشيلسي ان هيطبق عليه قواعد اللعب المالي النظيف في حاله ان هو ما وصلش للمركز المؤهل لدوري ابطال اوروبا السيزون الجاي، وده بنسبه كبيره مش هيوصل له لان هو وضعه متعثر طبعا في جدول ترتيب الدوري الانجليزي. طيب انا هكتفي بهذا القدر، عايزك بس كل يعني نتوقع زي ما بنعمل كل موسم مين الاقرب لتحقيق تشامبيونز ليج من واقع مستواه ومشواره وفاروق. انا يعني هو بيقول لك قول معايا نابولي ومش هتخسر. ماشي انا موافق ان نابولي عشان 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 الموسم ده موسم جيد جدا لنابولي، لكن انا هروح يعني مش عايز اقولها بصراحه بس ريال مدريد. انا ما يعني ان انت يبقى موجود ريال مدريد في دوري ابطال ما تتوقعش الملك ده. يعني الموضوع صعب. العادي بتاعنا العادي ريال مدريد طبعا.
نتمناها سيتي باذن الله ان شاء الله السنه دي. لقد حانت حانت السيتي ان شاء الله. ما اتكلمناش على ماتش مان يونايتد وبرشلونه، عايز اروح لليوروبا ليج بس. واحد ليالي الخميس ازاي شفتوا المباراه، مباراه الكامب نو مان يونايتد وبرشلونه، وازاي شايفين لقاء العوده؟ طبعا 2-2 ولقاء العوده بكره. طبعا لقاء برشلونه ومانشستر يونايتد طبعا لقاء صعب جدا، يعني خلينا نتفق او نختلف في 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 موضوع وجودهم في اليوروبا ليج، لا يليق بيهم طبعا ان هم يكونوا بيلعبوا في ليالي الخميس. طبعا اتعودنا نشوفهم 3 و4 على طول في دوري ابطال اوروبا، فريقين كبار وليهم اسم ده نهائي دوري ابطال بالظبط. ولكن يعني الظروف حطتهم في مواجهه بعض كمان في ادوار متقدمه، يعني كنا ممكن نشوفهم في نهائي اليوروبا ليج كان هيبقى الفايز طريقه اسهل، او الفايز هو الاقرب لللقب. ولا في الراي مفيش غير ارسنال ارسنال او يوفنتوس، ممكن يوفنتوس كمان، ممكن مصطفى محمد بكره يعمل مفاجاه ويقصي يوفنتوس. بالظبط. فانا شايف ان اللي هيعدي من مانشستر، ولكن عايز بس ااكد على نقطه التالق الكبير، يمكن فاروق يتفق معايا، لراشفورد مع مانشستر يونايتد فارق معاهم جدا جدا جدا. كمان تين هاج قدر يحط ايده على الفريق ويعمل شكل ويعمل منظومه كبيره جدا لمانشستر. في ماجواير انسى. انا عايز اقول لحضرتك كمان على حاجه، ان مانشستر يونايتد وارد جدا يجي من بعيد في البريمير ليج ويعمل مفاجاه، وارد. يعني لان هو مش بعيد. مش بعيد. 3 نقط بس عن سيتي بالظبط، هو مش بعيد. 5 نقط عن ارسنال. لسه ولسه الماتشات اللي جايه كمان، لو قدر اليونايتد ما يفرطش في نقاط. طبعا احنا شفنا السيتي فرط، وارسنال طبعا مرشح ان هو يفرط، ولو ان المدافع بقى مع قرب رمضان مدافع ارسنال عادت للضرب من جديد، فلسه الموضوع بس مش بعيد عن مانشستر يونايتد. وما زال السيتي اقرب برضه. طبعا خد بالك انه السيتي لعب، او ارسنال الحقيقه لعب جيم كبير جدا قدام السيتي، رغم انه السيتي فاز بنتيجه 1-0، لكن الحقيقه ارسنال السنه دي مع ارتيتا لازم نقول شابول الحقيقه، رجع لنا الارسنال بتاع تيري اونري. وكمان خلي حضرتك مباراه استون فيلا كانت عنق زجاجه بالنسبه للارسنال، رهان على الحاضر، ما بين الحاضر وما بين الماضي. ارسنال لو خسر مباراه استون فيلا كان رجع للماضي بقى القديم. صحيح. والخسائر اللي كان بيعملها، ولكن قدر يتخطى ويقول ان هو السنه دي بيلعب على بطوله مش على مركز. كون اليونايتد اتعادل في كامب نو، هل ده معناه انه الاقرب لان هو يقصي برشلونه، ولا انت شايف ان المباراه دي مش هيقصي كل برشلونه بس وارد؟ في ناديه كبيره هتحصل في اولترا، غيابات كمان، غيابات برشلونه مؤثره جدا جدا. مفيش بدري، مفيش جافي، يعني دولت 2 في وسط الملعب اعتقد هم المحرك الاساسي لفريق برشلونه. مفيش ديمبلي، عثمان ديمبلي وهو العنصر الاخطر في خط هجوم نادي بس برضه ما تقدرش تنكر ان في رافينيا وفي فيران توريس وفي ليفاندوفسكي، لو مش موجود في قوه هجوميه ضربه، وفي كمان نجاح لتشابي لازم يتحط في الاعتبار، لانه تشابي رجع لبرشلونه شخصيته اللي افتقدها في كل المواسم اللي فاتت. برشلونه واحد من افضل الفرق رقميا في اوروبا في كل الدوريات، بس احنا بنتكلم على مواجهه ضد فريق، يعني خلاص البروسيس اللي بيعملها تين هاج نضجت جدا وبدات تظهر بشكل قوي جدا، بيلعب خارج ملعبه وداخل ملعبه 12 مباراه متتاليه في الاولد ترافورد كلها فوز. فاعتقد ان هو يعني خلاص مانشستر يونايتد دلوقتي في طريقه للرجوع، مع غيابات برشلونه الموجوده في الكامب نو هتبقى مباراه اعتقد ان جماهير برشلونه قلقانه جدا جدا من زياره الاولد ترافورد في الوقت ده مع كل الغيابات دي، فربنا يستر على برشلونه بقى. انا عايز بقى اقول في الاخر، يعني شوف اللقطه دي، لقطه طبعا مع الاسطوري التاريخي طبعا صاحب الانجازات الكبيره طبعا السير أليكس فيرجسون، المدير الفني السابق طبعا، وشه نور تاريخي، قاعد معاه في المطعم صح، كان قاعد مع تين هاج بالظبط امبارح قبل 48 ساعه من مواجهه برشلونه واليونايتد في اليوروبا ليج، ويمكن كتير فسروا الصوره دي على انه تأييد طبعا من مدرب التاريخي، وبيرى انه تين هاج يمكن يكون المدير الفني الوحيد رغم تولي عدد كبير جدا من الاسماء لمسؤوليه اليونايتد في السنوات الاخيره، لكن ما فيش حد منهم يمكن قرب او تقارن في يوم من الايام بأليكس فيرجسون. بيوصيه على الاقل دول لما خسرني نهائيين 2009 و2011 ابو سيدك ممكن في الاولد ترافورد عايز نتيجه كبيره. حتى كان في لقطه تاني حلوه جدا بس اكيد مش متحضره معانا، في اعتقد او 5 6 محللين اداء الصوره بالظبط، أليكس فيرجسون المدير الفني طبعا السابق السير أليكس فيرجسون مع تين هاج المدير الفني الحالي. انا خايف بس قالوا انا عايزك تقطعهم بكره وتخلص القديم والجديد كله. ما معهمش ميسي، قالوا هو ما اتكلمش معاه، ما معهمش ميسي، اتفضل بقى. هو ميسي من ساعه ما بعد عن بارسا مش قادر يشوف الشامبيونز ليج مره ثانيه. يعني الوقت بيجري معاكم بسرعه، اسعدتونا ونورتونا، بشكركم شكرا جزيلا. فاروق عصام، بلال محسن المتالقين، دايما سعدنا بيكم في السادسه. احنا اللي سعداء ان كنا مع حضرتك النهارده ومع كل جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله كده ان شاء الله اللي جاي اللقاء اللي جاي مع بعض ان شاء الله نكون احتفلنا بفوز الاهلي يا رب ان شاء الله على سان داونز، وعودته مره ثانيه للمنافسه على
لقب غاب بفعل فاعل، خليكم فاكرين ده كويس جدا، وان شاء الله باذن الله احنا الاقرب للنجم ال11. بشكركم على المتابعه وعلى كل خير، دايما نتقابل في السادسه، تحياتي لكم.